مجلس الأمن يعقد جلسة حول سوريا، وبيدرسون يطلب عدم تسييس المساعدات الإنسانية. واشنطن تطالب النظام وروسيا بتسهيل وصول المساعدات إلى مخيم الركبان. تقرير حقوقي يسجل وفاة 7259 سوري بسبب الزلزال، منهم 2534 شمالي سوريا. الخوذ البيضاء تحذر من ارتفاع أعداد وفيات الكوليرا شمال غربي سوريا بعد أن نعى نفسه بمنشور يفيض قهرا. وفاة الإعلامي مصطفى العبدالله إثر نوبة قلبية شمالية حدث. إيران تشيد بتطبيع بعض الدول العربية مع نظام الأسد بعد الزلزال. الائتلاف يدين القصف المتجدد للنظام على المناطق المنكوبة من الزلزال بإدلب. النواب الأمريكي يدين منع نظام الأسد وصول مساعدات الأمم المتحدة للمتضررين من الزلزال. الليرة السورية تسجل 7330 أمام الدولار. 60 نبضة، أخبار شام.